بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 30 أبريل 2018 طبعا تشرفت وسعدت بزيارة الأخ العزيز حمد مطوع وبشرنا بشرى خير عن طريق التخزين جديدة هذا على البرحي. الله يبارك بعمره وعلمه وعمله وذريته. علم من طريقة كيف يخزن البرحي. هذا البرحي واصل من بيرو له تقريبا شهرين بنهاية شهر فبراير، وحطه بكيس بلاستيك وحطه مفوطه ومنظر البرحي. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف البرحي أوريكم، لعلم لو تبعد شوي تناظره بس أوريك، يعني ابعد شوي، بعد ابعد شوي، نظر البرحي ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا له تقريبا الآن شهرين، يعني واصله هنا بالرياض، واصل عنده هنا بالرياض بنهاية شهر فبراير، حوالي جلس 3 أسابيع إلى 4 أسابيع مخليه بالثلاجة عاديا، في خضار وفي صفاء، وبعدها غلفه بهالطريقة ذي فوطة بس ناشفة مع بلاستيك تبريد عادي، تبريد عادي 7 درجات حرارة الفوطة. طيب الفوطة أو لا مع أبو سليمان، كمل بعد مع سليمان. لا أبد ما شاء الله. الفوطة ليش أبو سليمان؟ لماذا تم تغليفه بالفوطة؟ الرطوبة، امتص الرطوبة، امتصاص الرطوبة، وأيضا أنه يكون مظلم التخزين، ما يكون في ضوء، إذا تقفل عن الضوء كأنه يكون أميز. فشوفوا يعني ما شاء الله تبارك الله، والبلاستيك عشان الهواء ما يدخل. الهواء نعم. حتى ميزة أنا بتكلم إن الجودة ما فقد أي رطوبة، لو تأكل تحس يعني بحس الطعم له، ما فقد أي حاجة قصدي، حتى متماسك وطعمه. أسأل الله أن يبارك بعمرك وعلمك وعملك ومالك وأهلكم، ملتحب جميع الإخوان وجميع المسلمين. كان معكم من منزل الأخ العزيز أبو سليمان مطوع خالد ناصر ضيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.